حابين تعرف شو صار بقناتي شباب؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب شك بنات شلو تكونوا بألف خير. طبعا أنا بالوقت الحالي حزين جدا لأن راحت قناة صاحبنا ماهركو. ما أعرف شو أقول على هيش ناس. مثل ما قلت يا حبيبي ماهركو، يعني دولة ما أعرف شون عايشين أصلا بالحياة، كلها سرقة بسرقة. إن شاء الله أنت تقدر تفتح قناة وتسوي أحسن من قبل. لا تيأس، خلك محتواك، طبعا هذا الشيء اللي أقدر أفيدك به. أريد من كل متابعينك يشوفون هذا الفيديو وروحون لك للإنستغرام، أخلي رابط الإنستغرام جوا واكتبوا له على أول صورة إحنا وياك. إذا ما أنت مشترك اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. هسه اترككم ويا الفيديو. هذه قناتي، شاطب كل الفيديوهات، شاطب كل الفيديوهات، حاط كوين بيس، هذا هاكر بده عمل بيتكوين. عزيزي عليك لأنك تعبت عليها، صح؟ والله عزيزي علي القناة، يعني أول قناة عندك إذا تعبت عليها بتكون عزيزي عليك. يعني بدي أحكي لك شغلة، لو بدك تبني بيت لحالك، تمام شباب، لو بدك تبني بيت لحالك بسنة بتبني ولا لا؟ أنت تبني بيت لحالك، بيت خشب زي البيوت أمريكا جد، يعني لو بدك تبنيه، تخيل تبني بيت بعد سنة يجي واحد بليلة ما فيها ضوء قمر، لا بتعرفه ولا بعرفك، يهدلك إياه كامل، تيجي الصبح تلاقيه على الأرض، شو شعور؟ بعرف يا هيثم، بعرف. هي هذول الكوين بيس شباب شو وظيفتهم؟ بسرقوا القناة. هذول وظيفتهم بسرقوا القناة وبطلب منك بيتكوين مقابل هذا الموضوع. يعني بقول لك تبعث لي يوتيوب get you back your video، هذا بطلب منك فلوس مقابل انه يرجع لك القناة. يا شباب شباب مش خوف ولا زعل، والله العظيم انا بقول لك، يعني انا عارف حالي بفضل الله، لو افتح قناه برجعها مثل اول بفضل الله، بس حرام، يعني حرام، والله العظيم حرام، اقسم بالله حرام. طيب شباب، بس كان زي ما وعدتكم اظل احكي لكم شو صار. ما هينا بنتفاصل معه قاعدين، بس بتخاف، يعني واحد مثل هذا ما بيخاف الله، واحد مثل هذا سرق قنوات وسوى وقام وحط، طب انت يعني تتوقع منه يرجع لك إذا دفعت المصاري يرجع لك القناة؟ ما بعتقد. فالله كريم شباب، يعني هاي آخر نظرة على القناة شباب، القناة راحت، هاي القناة هي 1,140,000، شاطب كل الفيديوهات، هاي القناة، هاي كيف ساين إن بقول لي سجل دخول. كيفك حبيبي، شو أخبارك، طمني عنك. خير، شو صار؟ انت لايف ولا كيف؟ يا عم خير، حتى صوتك متغير، خير شو صار معك؟ لا طول بالك، كل شي بيتصلح، بس خير شو صار معك انت؟ يلا طول بالك، شو الحكي؟ ها؟ شبك، نحن اخواتك ونحن جنبك، اللي راح بيتعوض صدقني بيتعوض، بس خير شو صار؟ انا هلا والله قالوا لي انا ما بعرف اي شي، ترى ايمت صار هذا الشيء؟ ايمت صارت؟ يلا طول بالك ماهركو، حبيبي يا عمري، يا ماهركو انت طول بالك. لا معلش، طول بالك انت، طول بالك وصلي على النبي، بس
يلا معلش معلش، المهم بيقولوا لك بالمال ولا بالعيال، يعني هلا واحد من اولادك يصر له شيء انت بترضى يا سمح الله؟ كله بيتعوض اخي العزيز كله. يلا معلش معلش. لا اله الا الله، الناس ما بتخاف الله حش السامعين، والله العظيم ناس ما بتخاف الله. لا معلش معلش معلش، ربك كريم، ربك بعوضك بالأحسن، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، ما بتعرف ربك شو مخبي لك، ربك بسد باب بيفتح ألف صدقني، بركي عم يمتحنك هلأ، خليها تكون امتحان لإلك. معلش يلا طول بالك. انت بس فهمني كيف صار هيك، هي ايمت صارت، ايمت صار هذا الشيء، ايمت صار هذا الشيء؟ امبارح. ايوه نبهني. اه منيح. كيف؟ حلو. طيب كيف صار؟ بمجرد انك ضغطت على الرابط كيف؟ ايوه 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 يا عم النت النت ابطل شكل. والله ما حدا بيأثر له. مزبوط مزبوط، يعني جهد هو بس، بس بالآخر يا ماهر كوليك أنا لما ليك. صحيح صحيح صحيح، كله 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 لك. أنت 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 قول تكفير عن ذنوبك، قول رب العالمين مثلا كان رايد مثلا يروح ولد مولادك يصير لزوجتك شيء، أم رب العالمين عوضك بالقناة. معلش أنت هيك عمول حساب دائما، ولما بدك تآمن، لما بدك تآمن بالله عز وجل لازم تؤمن بالقدر، الإيمان بالقدر إنك تؤمن بخيره وشره، فهذا شره لازم تؤمن فيه. هلا أنت، نحن من آمن، نحن مؤمنين بالآخر. يلا معلش معلش، أنا صاحبك، أنا صاحبك وأخوك، وأنت عارف الأرقام بعمرها ما بتغير الإنسان. إن شاء الله إن شاء الله خير. وشو بيصير معك؟ ترى أخوك موجود، أنت ابدأ من جديد، بس أعطينا هيك تلميحات بسيطة واترك الباقي علينا. حبيبي 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 يا ماهركو، يلا بدي إياك تشد حيلك ونحن إخوانك وجنبك، تمام؟ يلا إن شاء الله. صح، لك كثير كثير اجت ناس وقالت لك انه يعني انا افضل شيء بشوفه، يعني بالنسبه لهيك امور افضل شيء بشوفه يلي بيحكي انجلش ويلي فهمانين يلي فاهم خرازمية اليوتيوب، يعني يلي بيعرف اليوتيوب على شو مشكل. هل انا بنصحك بهيك شغله بجده الشايب؟ نصيحه مني يعني، شوف جده الشايب بضل هو العملاق تبعنا باليوتيوب وقديم وبيعرف امور اليوتيوب كلياتها، تواصل معه اذا بدك، اذا بدك ببعث لك رقمه ولا كيف؟ كيف شو؟ تمام ايوه.
لا هلا هي بترجع، الفيديوهات بترجع لانه هي بتضل محفوظة بالارشيف تبع اليوتيوب. هي الفيديو قبل ما يرفع وينزل بيتارشف باليوتيوب. يلا ان شاء الله، الله كريم. انت بس قول يا رب، بس قول يا رب، بس قول يا رب. يلا معلش معلش، انت صلي على النبي بس استهدي بالله. انت حط حساب انه يكون صار لك شيء، انت عملت حادث، انقطعت رجلك شيء، يا سمح الله ربك عوضك بهذا الشيء، يلعن ابو المال. بس انت المهم بخير واولادك بخير. معلش معلش، الله بحر، حسبي الله ونعم الوكيل. نحن اخوانك ونحن جنبك، اي شيء بيصير بس اشر يا ماهرك والله، واترك الباقي علينا والله. يلا قول يا رب، واي شيء بيصير معك خبرني بكل جديد حبيبي. يلا موفق يا رب، موفق موفق يا عمري، موفق موفق. يلا السلام عليكم. سلام سلام سلام، رح ابعث لك رقم جده. تمام يلا يلا بالاذن، يلا بالاذن، باي باي. انت يلي 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 عم تاخذ القناه او يلي عم ترضى هذا الشيء على نفسك، لك كيف 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 هان، كيف هان عليك، كيف هان عليك انسان عنده مره واولاد ومتزوج. لك لو انا والنص مصيبه، انا شاب لسه الحياه قدامي، لسه عمري 20 25 سنه لساتني، يعني ها حياه قدامي. بس تروح على انسان متزوج وصاحب عيله، لك مبين مبين، يعني اذا بتطلع عليه بالفيديو مبين انه يوتيوبر، يعني اخ جيمر، يعني لك عم يطلع ستريم ليعيش اولاده. يعني انت كيف هان عليك، يعني كيف طاوعك قلبك، يعني انت شو نوعك من البشر؟ لا تفكر انك واحد من المسلمين، لا تفكر انك واحد من البشر. انت اخر الناس يلي بتحكي بالانسانيه، اللي بتحكي اصلا بتفتح تمك بين الناس. انا بتمنى انه عن جد الشخص يلي اخذ له القناه، بتمنى انك تشوف هذا المقطع، وبتمنى انك تسمعني، بتمنى انك تشوف هذا المقطع وتشوف هي النقطه اللي عم اقول لك اياها. لا تتوقع انك انت واحد من البشر، لانه قطع الاعناق ولا قطع الارزاق. يعني تخيل تخيل لوين موصولة الشغلة، انه انت اكلت حرام وبنفس الوقت قطعت رزقة عن اطفال، وقطعت رزقة عن انسان، ودمرت خلينا نقول فكر مستقبل لبني ادم كان عم يفكر انه يلا كذا يلا كذا يلا كذا. انه شو نوعك من البشر انت؟ انت شو نوعك؟ شلون وين موجود هيك شيء بالكرة الارضية؟ ما هركو عرفته اليوتيوبر؟ رايحة قناته حاسفي له كل فيديوهاته من خلال ايميل جاي على الايميل البزنس تبع الاعلانات. بمجرد انه هو ضغط على الرابط ونزل التطبيق اللي هن كانوا قايلين له عليه على الكمبيوتر، راح كل شيء، حسنوا ياخذوا كل شيء بجهازه. فما بتفتح اي تطبيق وما بتعمل اي شيء اذا ما خبرتني، تمام؟ ولا شيء ابدا، ولا اي رابط ببعثوا لك.